سي تو فو نقولها لك صراحه قدام الناس ما عنديش حاجه نخبيها، بس كان العيب عيب واللي ماشي عيب ماشي عيب. كي نشوف انا الوضع الصحي نتاعي، كون جيت في الجزائر راني في عداد الموتى، والله في عداد المرمدين، خلاص يعني حاله واش نقول لك طابله. دونك لازم تفهموا ايها الشعب الجزائري، انسان اللي يتعرض لابتلاء في الصحه تاعو، اهم حاجه يتعلمها في الدنيا انه يكون صغير امام الله عز وجل، باسكو يفهم بلي ما يسوى والو. كلوة قد هك، كي نروح للبوشي نشري منها بالكيلوات قد هك، حبست لي نص حياتي. صح، يعني 1.85 و100 كيلو ما نسوى والو قدام كلوة تاع 90 غرام ولا 100 غرام. دونك بالك نهضر من منطق بارفوا نزعف نسب ولا نطيح، مي باسكو غايضني الحال، باسكو رافض للوضع نتاعكم، لان الوضع نتاعكم وضع غير طبيعي غير منطقي. ما تسهلوش ما تسهلوش تجوعوا في بلاد مرفهة، ما تسهلوش ولادكم ما يقراوش في بلاد عندها كل الامكانيات، ما تسهلوش تعيشوا كيما راكم عايشين في بلاد اسمها الجزائر حاليا، ما تسهلوش تعيشوا خير منك في امن منك. تقدروا تعيشوا في بلاد تخرج على 4 تاع الصباح واحد ما يتعدى فيك، تمشي من قسنطينه حتى الوهرن واحد ما يقول لك وراك، هذه حقيقه ملموسه. عندنا الحلول ليها، نعرفوا كيف نديروها وكاينه، بصح نشوفوا في ناس شرديمه، ناس دي مينابل يستعمل فيهم الاستعمار، حطهم في مناصب السلطه يقتلوا في الشعب قدامنا وحنا نتفرجوا. سي نورمال نطيح، سي نورمال نطيح، لازمني نشوكيكم، لازم نقول لكم المجتمع تاعكم واش راه فيه، ما غطيوش تمش بالغربال. واش راك تشوف برا تعيش برا، لازم يدخل عندك للدار الداخل باه تحس بالوضعيه، ماشي كي تقفل بابك المشكل خلاص، المشكلة مازال برا. قادر يقيس ابنك، حفيدك، بنتك، حفيدتك، يقيس أي واحد من اللي الكبدة تاعك مربية عليهم كيما نقولوا حنايا، من فلدة أكبادنا يتقاسوا بمجتمع كي يخمج. شغل واحد قال له بلونجي في واد تاع الخرا، قال له سي نورمال نخرج معمر بالفوحة حاشاكم. هذا هو الوضع الحالي. واش من معيشة كيعود أب في آخر حياته يشوف ولاده بكل هربوا من البلاد وهجروا، فهموها لي. واش من معيشة كيتعود عايش في الغربة ويعيطوا لك يقولوا لك باباك دارت له كريس كاردياك ولا باباك أو توفى وما تلقاش كيفاش تروح، واش من معيشة ثاني؟ نورمال هذا الشيء هذا عندكم. هذا داروا الاستعمار. لازم نحاربوا الاستعمار. انساو كلمة الاستقلال، انساو 5 جويلية 62، اتفكروا غير 54 1 نوفمبر قال كانوا رجالة داروا ثورة مي كانوا غالطين، باسكو ما كانش وقتها، لأنه كون ثورة 54 نجحت ما راناش اليوم نحوسوا نديروا ثورة، والله هاربين من الجزائر. الثورة ما نجحتش، الله يرحم الشهداء مساكن راحوا ربي يأجرهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بصح حنا تحشاتنا 62 حشاوها الشعب، 92 حشاوها الشعب، 2022 حابين يزيدوا يحشوها الشعب. حنا نقولوا لا. نهار قلت لكم روسيا راهي جايه للمالي وجايه للنيجر لازم ندخلوا، حسبوني مهبول، روسيا في المالي والجزائر في المالي باش تكونوا في علمكم، وانا مع الجزائر انها تدخل للمالي، ومع انه الجزائر تلعب دور فعال وتقود هي الدول 5+1 تاع مقاومه الارهاب في الساحل، وتكون هي العنصر الاساسي في الساحل وفي افريقيا. قدروش نقعدوا نتفرجوا،
بصح بيان سور ماذا بيا شنقري حيروحوا لترات واللي زي يروحوا لترات ويجيو الرجاله تاع الصح. كاين واحد طرح عليا سؤال قال لي الخماش تاع الجيش سي جامي تيو البوفوار واش دير له؟ قلت له ساهل خلاص نعاود نرجع للخدمه كاع من كوموندون وطلع اللي خرجوهم رترات نعاود نرجعهم للخدمه باسكو خرجوا لي ميور اون رترات لي كوموندون ليوتنون كولونيل كولونيل اي جينيرو اللي خرجوا اون رترات سي لي ميور وخلاو غير لا ميرد اون بوست. نهضر شويه قبل ما نجاوب الكاترفا والله غير نعيط لك بربي ان شاء الله قبل ما نكلوسيري اللايف كاترفا ما تقلقش 52 كاترفا. شوف اسي علي الشباب نتاعنا درك عاد عنده نافذه مفتوحه على العالم بالانترنت والتليفونات وتو سكو تيفو. الشباب نتاعنا يشوف مثلا باللي دي جون كيما هو ملمومين قاعدين في ساحة عمومية ياكلوا في دي زومبرغر افيك دي بواسون ويضحكوا. هو باش ياكل همبرغر في الجزائر كيما يقول تاع بكري الطويصة وبنتها يعني سي ان ايفينمون. يشوف في شباب يتنقلوا عبر العالم هادو من كندا راحوا لفرنسا ومن فرنسا راحوا لكندا ومن كندا جاوا لالمان ومن لالمان راحوا لاشين ولاشين طلعوا حتى لاسويد وهو محبوس. هذا راهو شباب عنده احلام عنده اهداف عنده طموحات لازمنا نحددوها ونهيكلوها ونسمحوا له بمعيشه. شوف اسي علي حبيت نقول حاجه للناس اللي ما يعرفوهاش. في السبعينات لاني غلط كذبني واللي لكن راني غلطه جماعه لي زوديتور كذبوني. في السبعينات لي زيتيديون الجيريان كانوا يطلعوا في لي فاكونس يديروا لي فوندونج في فرنسا ويروحوا لاسبانيا ويروحوا للطليان ويروحوا لاسويد والنرويج يعقبوا لي فاكونس يديروا لي فوندونج يقصروا مع لي زيتيديون نتاع العالم ويدخلوا للجزائر. صح ولا راني غلط؟ ليتيديون تاعنا درك ما عندوش حياة. ما عندوش. درك ما عليناش، أنا غدوة ألي مثلا ولد خويا. خويا خويا شقيق. ولدو. لازم يدير دوسي قد عذرين الدنيا باه يجي يشوف عمو مثلا. يا درا يعطوه ما يعطوهش، أنا حاب نشوف ولد خويا. أنا حاب نحضنه ونسلم عليه، نقعد معاه، نقصر معاه. ما يقدرش بكري كون جينا في السبعينات ولد خويا عنده باسبور يهز يجي خارج يجي عند عمو تو سامبلومون ولا عند خالو. رخصنا النظام هذا، النظام هذا رخصنا سي علي، رخصنا بزاف، رخص الجزائر بزاف. الاستعمار اقسم بالله شوفوا كون نحب نمثل وضعية الشعب الجزائري حاليا نمثلها القوم بنو إسرائيل كي كانوا في العبودية تحت فرعون. يا ربي ارزقنا بموسى، هذا هو الدعاء تاعي. آمين. رانا كيما بنو إسرائيل عند فرعون، يا ربي بعث لنا موسى. إي جو دي ريان دو بليس.